قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين إن الكاف هنا صلة أو زائدة بالتأكيد على خيرية هذه الأمة، فالأصل أنتم خير أمة أخرجت للناس، ويدل لذلك قوله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، وفي موضع آخر واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. القول الثاني أن الكاف ليست زائدة، باقية على ما هي عليه، وهذه الكينونة في الماضي باعتبار ما قدره عز وجل في اللوح المحفوظ، ومن ثم فإن الخيرية باقية في هذه الأمة، ويدل لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ظالفة، وحديث وصحيح وثابت وهو عام في كل عصر، فإذا اجتمعت الأمة على أمر فإن هذا الأمر حق، والمراد من هذا الاجتماع الاجتماع على حكم شرعي، فلو اجتمع علماء الأمة على حكم شرعي فإن اجتماعهم هذا حق ولا ضال فيه، فالخيرية ما زالت باقية، ومن ثم لا تعارض بين تجديد هذا الدين وبين وكذلك مع حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة.